ليس كل أحد مؤهلاً لأن يقوم بالفتوى. الفتوى تخصص شرعي عميق يجب أن يقدر وأن يحترم، كما نحترم سائر التخصصات. فكما لا يجوز لإنسان أن يزاول مهنة الطب إلا بعد طريق شاق من التحصيل، فكذلك الفتوى. والفتوى نوعان، إما فتوى فاعلة وإما فتوى جاهلة قاتلة. الفتوى الجاهلة تقتل كما نرى ونسمع، من هنا جاءت هذه الندوة لتذكر بأهمية الفتوى وتصحيح المسار. وقد سمعنا في صباح هذا اليوم الرسالة الملكية السامية التي تعطي للعلماء وتذكرهم وتبصر السائرين في هذا الطريق أن عليهم مسؤولية كبرى في حماية الفتوى وفي حماية الأجيال وفي حماية الأرواح والأموال والمكتسبات. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.